دف حمامك بالأكل في الشتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة دف حمامك بالأكل في الشتاء، يعطيك إنتاج كتير. ندخل في الموضوع على طول. موضوع النهاردة دف حمامك في الشتاء يعطيك إنتاج كتير، وإحنا مش هندفي حمامنا بالتدفئة فقط، ولكن بالتغذية السليمة زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق. الخلطة زي دي هنزود فيها الفول والعدس اللي بيعطي طاقة للحمام. خلطة يجب أن تكون الخلطة في فصل الشتاء زيادة في الفول والعدس اللي بيساعد في إعطاء الطاقة للحمام وتدفئته في فصل الشتاء، خاصة زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو المكونة من دي، الفول بزيادة والعدس، طبعا الذرة الحمام والذرة الأصفر والبسلة. ويمكن إضافة حبوب أخرى عليها، وهنضيف عليها حضراتكم من الكيس ده. الكيس ده اسمه سيجما فيت، ده زي ما حضراتكم شايفين منجنيز وحديد ونحاس وزنك ويود وسيلينيوم وكالسيوم وجميع معادن، يعني زي ما حضراتكم شايفين. اللي يهمنا اكتر فيها الكالسيوم، الكالسيوم عشان يزود انتاج الحمام. زي ما حضراتكم شايفين هو ده حوالي الكمية ده حوالي 10 كيلو، زي ما حضراتكم شايفين حوالي 10 كيلو، هحط عليها حوالي معلقتين اكل كبار اهو، حوالي معلقتين اكل كبار، نرشهم كده ونقلبهم. تمام، ونأكل منهم للحمام بتاعنا لو احنا، ونزود الكمية بتاعت الاكل، نزود كمية الاكل للحمام في فصل الشتاء، ما نحطهاش نفس الكمية اللي بنأكلها في الصيف، ما نأكلهاش هي في الشتاء، هنزود الكمية. ايضا خلطة التحديق اللي شفتوه في فيديو سابق اللي هيظهر دلوقتي في علامة الاي اللي فوق، لكن هنزود عليها الجير والملح. هنجيب شوية ملح، نحط شوية ملح اهو زي ما حضرتك شايفين كده اهو، كفاية ما نزودش الملح قوي زي ما قلنا لحضرتكوا عشان ما يعملهمش، يخليهم يعملوا مية. ولو عند حضرتك قشر بيض زي ده نضيفه عليها اهو، هنحط قشر البيض عليها كمان. نجيب شوية جير، الجير نحط عليها حبة جير، نحط عليها شوية جير كده ونلخبطهم على بعض كل الكمية ونحطها للحمام اهو. الوصفة ده حضراتكم اللي تشوفوها هحطها لكم الفيديو بتاعها في علامة الآيل، وصفة التحديق دي، لكن ما كناش حطينا عليها الجير، ضفنا زودنا عليها الجير. هو زي ما حضراتكم شايفين الحمام جاء على التحديق بياكل منه، بيحبه جدا اهو. كده انا خلصت موضوع النهاردة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس عشان يوصلك باقي موضوعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.